مشينا بحثنا في الموضوع لقينا بان في البلان داميناجمون هذيك البلاصه اللي غادي يديروا فيها مجموعه مدارس هي مخصصه للفيلات، وبالتالي ما فهمتش انا كيفاش بغاو يرخصوا هذه المدرسه في واحد البلاصه اللي هي مخصصه للفيلات. الناس الله يحسن العوان شراونا املاك غاليه بزاف، عارفين بلي القيمه ديال الاملاك ديالهم الماديه غطت القيمة ديالها في السوق، راه غطت حبار المدرسة. ضرر كبير غيكون، لأن غادي يكون واحد اكتضاض مروري كبير. وهذا واحد محور طرقي مهم في طنجة، إلا جيتي تشوف راه من هنا كيخرج حتى المطار، يعني المطار يقدروا يدخلوا من تما الناس كيدوزوا منه يهربوا من المدينة، كيهربوا من وسط المدينة باش يدوزوا على هذا المحور هذا. إلا جينا نغلقوا هنا وبلايص آخرين مغلوقين غنغلقوا المدينة وصافي. بالنسبة لهذا المشروع راه ما يكونش ضرر غير لمجمع واحد ولا جوج، ماشي غير المجمع ديالنا ولا المجمع المجاورة، راه ضرر على طنجة كاملة، حيت هاد الطريقة هادي كتعتبر شريان كلشي كيبوز منها. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، معكم رشيد شقاف رئيس السانديك ديال أطلسية غولف واحد. بهذه الصفة هذه كنتكلم معكم أننا كسكان إقامة أطلسية غولف واحد تفاجئنا منذ رمضان الماضي، تفاجئنا بأن واحد المشروع ديال مجموعة مدارس غادي تقام قرب الإقامة السكنية ديالنا. هذا الموضوع هذا المشروع هذا غادي ملي فكرنا كمكتب السنديك وتجمعنا وشفنا المحاسن ديالو والمساوئ ديالو، اكتشفنا بانه غادي يسبب الاقامه ديالنا واحد مجموعه ديال الضرر، ضرر كبير غيكون، لان غادي يكون واحد اكتضاض مروري كبير. درتو بان هاد المجموعه مدارس غادي تكون من لاكريش حتى البكالوريا، بمعنى انه جميع القسم الاقسام غادي تكون في هاد المجموعه. وهاد البلاصه هادي حساسه شويه، لانها كتعرف اصلا عندنا صالات ديال الحفلات، عندنا اصلا كنشوفوا غير لي كونسيكونس ديال صالات الحفلات ملي كيكونوا نهار السبت، فبالاحرى شنو سميتو تكون مدرسه اللي غتكون من 7 الصباح حتى 6 العشيه، الاكتضاض المروري غادي يكون كارثي، غادي تعطل المصالح ديال شنو سميتو ديال سكان الاقامه، ومشي غير سكان الاقامه حتى الاقامات المجاوره، حتى الاقامات المجاوره كلهم يعترضون. ولهذا السبب ملي مشينا بحثنا في الموضوع لقينا بان في البلان داميناجمون هذيك البلاصه اللي غادي يديروا فيها مجموعه مدارس هي مخصصه للفيلات، وبالتالي ما فهمتش انا كيفاش بغاو يرخصوا هذه المدرسه في واحد البلاصه اللي هي مخصصه للفيلات. عندنا هنايا البلان داميناجمون كيبين الموقع اللي غادي دار فيه هذه المدرسه، وهنايا الاقامه ديالنا والاقامات المجاوره حتى هما هنايا شنو سميتو هاد المدرسه هادي غادي دار في واحد المساحه ديال انكتار دي 7 ار 21 سنتيار، وزياده على ذلك باغيين ياخذوا شي قطع ارضيه ديال الاملاك المخزنيه، بان هادشي غادي يسبب لنا واحد الاكتضاض مروري، خصوصا ان هاد الطريق هادي رئيسيه كتأدي للجبل حيث إقامة صاحب الجلالة، كتأدي شنو سميتو للرميلات حيت كاين تما كاينه واحد الفسحة ديال المواطنين ديال مدينة طنجة كيمشيو تما يشموا الهواء ويمشيو يدوزوا النهار ديالهم تما، إذا في العشية نهار الأحد والسبت كتكون الأمور يعني اختناق مروري. زائد على ذلك كاين أصلا جوج مدارس اللي كاينين دابا كيكزيست ديجا، جوج مدارس، وحده ديال الناس ديال واحد الحضانه، وكاينه واحد المدرسه ديال الدراري المتخلى عنهم وذوي الاحتياجات الخاصه. يعني اصلا هاد المدرسه غتسبب مشاكل حتى لهاد جوج مدارس اللي هما كاينين دابا، ولهذا التمسوا ودرنا اصلا حنا كاعضاء السنديك ثلاثه تعرضات
حطيناهم في الجهات المختصه لي زوتوريتي كومبيتونت، لا من الوكاله الحضريه، لا من الجماعه، لا من القياده، لا من الولايه. درناه المره اللي فات وعاودناه المره الثانيه، ودابا عاودناه المره الثالثه. وكي توقيعات السكان بامكانكم تطلع عليهم، بان السكان 16 فيلا و 48 ابارتمون في المجموع، في المجموع كاين 64. وهاد الناس هادو كاين عندنا التوقيعات ديال اكثر من 50%. اكثر من 50%، وكان بامكان هاد التوقيعات يكونوا 100% لولا ان تواجد عدد كبير من المقيمين عندنا في الديار، في الديار الاوروبيه، بمعنى كيكونوا هنايا من الصيف للصيف. وانا كنتكلم بصفتي النائب ديالو، نائب رئيس سانديك اطلسيه جولف واحد. اللي غنضيف هو انه فعلا يعني كمصلحه خاصه حنا مضرورين، وكنمثلوا الناس. درنا اجتماع الاول يعني عملنا يعني لقاءات استثنائيه، اجتماعات ولا جمع عام استثنائي خاص لهذا المزرعه، عملنا جوج منهم. عملنا غير باش نشوفوا الناس شنو تحت راسهم، الا كانوا الناس موافقين الاغلبيه بطريقه ديمقراطيه معنا ما نعملوا، الا الناس خصهم مدرسه هذه، احنا داك الشيء عندنا ديمقراطي، كننتخبوا الناس، الناس كاملين يعني الاغلبيه اللي حضروا ما بغاوش. وعندنا جروب في الواتساب، دابا واتساب كيقرب العال اللي بعيد واللي قريب. في الواتساب كاملين الناس كيقولوا لنا حنا ما خصناش هذه المدرسه، واخرهم كان معنا دابا عاد عم كيسقسي فين وصل داك الشيء، واش تعمل واش غتعمل، واش غتكون عماره كبيره والناس مخلوعين خايفين شنو غيوقع هنا. الناس الله يحسن العوان شراونا املاك غاليه بزاف، عارفين بلي القيمه ديال الاملاك ديالهم الماديه غطح، القيمه ديالها في السوق راه غطح بهذه المدرسه بغض النظر على الصداع. هو الناس كيقول لك غتكون مدرسه غيكون فيها الصداع، الدراري الصغار يلعبوا، غتكون رياضه، غتكون اوقات الخروج والدخول للتلاميذ، طوبيس هاد المدرسه، اولياء الامور كل شيء غادي يجيب، غتكون حنا كنشوفوا دابا المدارس اللي كاينين في المدينه، كاين دوزيام اللي كيجي كي 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 المهم بزاف البلايص كيكونوا مغلوقين، كنشوفوا كنبقاو نستناو ربع ساعه 20 دقيقه نص ساعه الا داز شي كاميون ولا شي اوتوبيس غيشد لك الطريق. المهم حنا هادشي بغينا نيفيتيو في هاد المنطقه هادي اللي اصلا مخصصه لمنطقه راقيه ديال 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 السكنه ديال الراحه، وكاين مؤسسه فندقيه كبيره هنايا، والمدينه مقبله على تنظيم تظاهرات رياضيه كبيره قبل كاس افريقيا العام الجاي، وكان كاس العالم جاي في الطريق، والدوله كتقوم بمشاريع كبيره باش هادشي ينجح، ما غاديش نجيو حنا نشدو الطرقان. وهذا واحد محور طرقي مهم في طنجه، اللي جيتي تشوف راه من هنا كيخرج حتى المطار، الا يعني المطار يقدروا يدخلوا من تما، الناس كيدوزوا منه يهربوا من المدينه، كيهربوا من وسط المدينه باش يدوزوا على هذا المحور هذا. الا جينا نغلقوا هنا وبلايص اخرين مغلوقين، نغلقوا المدينه وصافي. وهذا ما كان يعني احنا كنرفضوا هذا يعني رفضا قاطعا عن هذه المدرسه هذه، وغنمشيو في النضال ديالنا الى اخر رمق. الى كاين شي حق راه بغينا من السلطات المعنيه غادي تعطينا حقنا. السيد الوالي اليعقوب كان هنايا ديال قبل شي 7 سنين، من تما وهي كترفض هذه المدرسه، الاخبار اللي عندنا هنايا كتوصل، جا السي مهديه حتى هو ترفض هذا المشروع هذا. ودابا كاين الوالي الجديد الله يجازيه بخير، حتى هو ما غيكونش اقل يعني حين كامل اللي دازو، حتى هو راه عارف باللي هذه المنطقه هذه حساسه، غادي يشوف عارف باللي المصلحه ديال المدينه وديال الجماليه ديال هذه المدينه هذه النابض ديال هو جبل الكبير وما داكشي اللي كيضر به. وحتى الاقامه ديال صاحب الجلاله كاينه في هذه المنطقه هذه، يعني المنطقه ماشي عاديه هذه، خصها ما يمكنش نضطروا ندخلوا ليزيكيبمون هنايا، لا جاو يدخلوا هنا المشاريع صافي، المنطقه ما تبقاش تولي كاي منطقه يعني صناعيه ولا ديال المشاريع ولا. السلام عليكم، اولا نقول لكل شيء كنشكركم اللي كمنبر طنجاوي اللي توصلوا الصوت ديالنا من السلطات المحليه. انا كمال مكدي مسير شركة سانديك مهني اللي مكلفة بتسيير المرافق المشتركة المركب السكني أطلسية غولف واحد، ونيابة عن السكان. ملي سقنا الخبر بأن المدرسة، ملي ساقوا السكان أن الخبر بأن المدرسة غتفتح في هاد القطعة الأرضية اللي كاينة هنايا في بلون جوج، السكان كاملين عملنا اجتماع استثنائي، جمع عام استثنائي. النقطة الوحيدة اللي تناقشت فيه هو المشكل ديال المدرسة، أن هاد المدرسة غتسبب ضرر كبير للسكان كمجمع ككل، وغتحطم لا الراحة ديالهم ولا ديك الخصوصية ديالهم، لأن الناس هربت، ما الناس العربية ما عرفتلاش تشري في وسط المدينة، هربت هنا باش تشري شوية الراحة ديالها،
واذا كيتفاجئوا بان المدرسه غتكون. هذه اول حاجه. كاول خطوه منها هو التعرضات. نزلنا التعرضات في المصالح المختصه كامله، والسلطه في شخص الكاتب العام للولايه تم الاستدعاء ديالنا، وعملنا واحد اللقاء معه مشكور. كانت اللجنه فيها ممثل الجامعه، ممثل الوكاله الحضاريه، وممثل من المديريه الجهويه للاستثمار، والسيد الكاتب العام، وشرحوا لنا بان زعما هذا كاستثمار مهم لمدينه طنجه، وانه ما يكون شي ضرر، وانه مستعدين، صاحب المشروع مستعد انه جميع الضمانات باش ما يكونش ضرر على السكان. ولكن انا بلغت القرار الساكنه بان الناس ما يقدروش بارك عليهم الضرر اللي كاين بالليل من قاعه الافراح المجاوره، ما يزيدوش يعاود الصداع بالنهار. والسيد الكاتب العام قال لي زعما وصل هادشي اللي قلت لك، وهادشي اللي دار في هاد اللقاء للسكان، واذا كاين شي حاجه زعما شي موافقه ولا كذا حنا موجودين. ولكن ملي هضرت مع السكان اكدوا التعرضات ديالهم السابقه، وراسلنا الولايه وجميع المصالح المختصه ب 50% بالتوقيع عند الناس، وبالنسبه للملاكين اللي غايبين ما وقعوش، هذوك كيتواجدوا خارج ارض الوطن. وبالنسبه لهذا المشروع راه ما يكونش ضرر غير على مجمع واحد ولا جوج، ماشي غير المجمع ديالنا ولا المجمعات المجاوره، راه ضرر على طنجة كامله، حيت هذه الطريقه هذه كتعتبر شريان، كلشي كيبوز منها. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.